السلام عليكم طلاب، أول شيء ألف مبروك أنه خلصتوا المرحلة الرابعة وصرتوا صف خامس. إن شاء الله ما بقى لكم شيء وتتخرجون. بالتدريب الصيفي كنا قبل يعني نجمع الطلاب بالعيادة ونشرح لهم شفهيا عن اللي حيصير بالمرحلة الخامسة. أعتقد هسه صح هو تعليم إلكتروني، بس يمكن شوية أفضل من العوام السابقة، أنه أقدر أشوفكم صور، يعني مو بس نسولف هيجي دايركت، نقدر نشوفكم صور ونشرح لكم وتفتهمون أكثر. كنتوا بالرابع، يجوز هالسنة الأخيرة اشتغلتوا قليل، بس المفروض هسه أنتوا تعرفون البيسك ستيبس إن اكستراكشن توث اكستراكشن، يعني تعرف تشلع الأسنان بصورة اعتيادية أو الترادشنال بروسيجرز. بالخامس راح تبدي تشتغل شغلات أصعب، اللي هي تحتاج تداخل جراحي، المصطلح يسموه سيرجيكال توث اكستراكشن، يعني مو ترادشنال توث اكستراكشن. أول شيء نعطيكم ملاحظات على الدوام صف خامس. هالسنة اللي حصيرون اسيستنت. شنو يعني اسيستنت؟ انت كنت العام تشتغل كي شيت ماتك سينيور يوقع لك وخلاص. هالسنة طلاب الدراسات العليا راح يشتغلون عمليات اللي هو ريكويرمنت مالتهم دبلوم وماجستير. انت تساعده بالشغل، توقف يمه وتساعده بالشغل، ورا ما تخلص تملي الكي شيت نفسها اللي طالب الدراسات ماليها. بس شنو، تقلب الصفحة راح تلقى صفحة فارغة تكتب بيها يسموه الاوبراتيف نوتس. انت هاي المفروض هالسنة تتعلمها. شنو يعني الاوبراتيف نوتس؟ تكتب خطوات العملية بالسر، تكتب الاوبراتيف نوتس اللي فوق العنوان، تاريخ مال العملية. تبدي مثلا اول شيء مثلا انستيزيا، patient under local anesthesia، تحكي على شنو التكنيك، مثلا inferior alveolar nerve block، مثلا posterior superior alveolar nerve block، مثلا عندك infiltration، مرات عندك مثلا greater palatine nerve block. تحكي بالتفاصيل الانستيزيا، بعدين تحكي على الفلاب، تكتب two sided flap مثلا من فلانسن لفلانسن، او three sided flap من فلانسن لفلانسن. زين، بعدين ورا ما شلت الفلاب، او تكتب همينه فلاب اليفيشن باي بيري اوستيال اليفيتر، وتحكي تفاصيل العمليه مهما كانت، مثلا بون ريموفال، سوينا اريجيشن، سوينا توث سكشنينج، سوينا بايوبسي، شنو بعد، سوينا ابسكتومي. تكتب تفاصيل العمليه، بعدين طبعا سوتشرينج، مديكيشن، انستراكشن، وتوقع يعني جوه هاي السينيور يوقع لك. هاي راح تنحسب لك بنهاية السنة كريكوايرمنت. كنا كل سنة تقريبا لازم 3 كيسات، هالسنة أعتقد صارت المينيمم واحد، أو إذا اثنين يكون أفضل. تشتغل يسموها أسيستنت خلف هاي الكي شيت، صفحة فارغة تملي بيها. أول شيء الأشعة اللي دائما ناخذها احنا كلكم تعرفوها اسمها او بي جي. اوكي، اكو شغلات بيسك مرات نسأل عليها الطلاب بالفاينل صف خامس او حتى الدراسات العليا، مرات ما يعرفوها. شغلات بسيطة وتتكرر على مسامعنا هواية بس ما حد سائل بيها. يعني مثلا مرات اقول للطالب بالامتحان او حتى اثناء الدوام، يا هي جهة الرايت ويا هي جهة الليفت، فيظل صافن. ذني الشغلات البيسك عادة بالأشعة يكتبون هنا حرف ال R اللي هو رايت، وحرف ال L الليفت. انت دائما تخيل البيشنت قدامك، يعني ساني داباو على او في جي كأنما شخص واقف قبالي، فدائما اليمنى مع المريض وليس مع الطبيب. هاي هواي يغلطون بيها، اليمنى واليسرى هي مع المريض وليس مع الطبيب. فتاني هسا شخص هذا داباو قبالي، اليمنى مال المريض هاي الجهة، فهاي يسموها جهة الرايت. يعني مثلا
إذا طبيب أنت جراح، طبيب بكالوريوس دز لك رسالة، please extract lower right impacted tooth. مو تروح تشلع لي هذا، أنت تعرف لازم right. ومع الأسف أكو أطباء أسنان وطلاب ما يميزون الرايت من الليفت، فكاتب لك please extract this lower right impacted tooth، فتشلع هذا السن. الأشعة اللي دائما نستخدمها عندنا كسكرينينج تول بالدينتستري وخاصة بالجراحة هي الـ OPG. أكو هواية طلاب بالدوام أو بالامتحان الفاينل العملي أو الأورالي أسئلة، أقول له دكتور شنو يعني OPG؟ يقول لي هاي الأشعة اللي نستخدمها دائما ويشرح لي عليها. أقول له لا، مختصر OPG شنو؟ فأكثر الطلاب وأنا شفت لاحظت بالامتحانات السابقة ما يعرف شنو يعني OPG، سواء الدراسات العليا أو الأولية. فلازم أنت كدينتست، وهذا كبيسك، لازم تعرف مصطلح أو مختصر OPG مانجر. إجا من كلمة أو 3 كلمات أورثو بان توموغرافي. الأورثو معناته ستريت لاين، مو عندنا اختصاص اسمه اورثودونتيك. الاورثودونتيك او الاورثو شي يسوي بالتريتمنت مالته؟ يحاول يخلي الاسنان مصفطه واحد بصف الاخ بستريت لاين، يعني بخط عدل، ماكو عوجاج واحد طالع يمنى واحد طالع يسرى، لا، خط مستقيم بعدين يمشي همين يصير خط عدل ويصير خط عدل، يعني اسنان مصفطه ماكو عوجاج، ماكو واحد طالع لا يمنى ولا يسرى ولا فوق ولا جوا. زين، فالأورثو هنا معناتها الأسنان تطلع لك مصفطة واحد بصف الأخ. البان طبعا كلها كلمات يونانية، البان معناتها all، كلمة يونانية معناتها all، معناتها all the maxillary and mandibular teeth will appear in this X-ray، يعني كلها تطلع بالأشعة. أوكي، فالأورثو يعني أسنان مصفطة واحدة بصف الأخ كلها تطلع. البان كلمة all teeth will appear. توموغراف، التومو معناته section والجراف يعني صورة شعاعية، يعني هي تجي مرات مصطلح واحد يعني نفسه، ولو هي تومو بحدها section والجراف يعني صورة شعاعية، بس احنا خلينا نقول توموغراف يعني section شعاعي أو صورة شعاعية. وهاي قلنا عليها الرايت والليفت لازم تميزها كل زين. مرات واحد يكون مش الأشعة بالغلط، بالعكس مقلوبة، الجهة الثانية باو عليها. فأول ما تلزم أشعة بيدك رأسا تركز على كلمة رايت وليفت رأسا، على مود تكمش الأشعة بصورة صحيحة بهاي الطريقة كأنما المريض قبالك. هسه عندنا مثلا الشغلات الصعبة، أكو ملاحظة قبلها داري أحكيها، أكو بعض الطلاب يضوج لما السينيور يقول له هذا الكيس نوت انديكيتد ويدسمس البيشنت من العيادة، فيحس انه الدكتور يعني شلون ما يريد يشتغل، او مثلا الدكتور ما يريد يعلمه، او الدكتور يريد يخلص العيادة بسرعة، ماكو حكي. احنا نتيجة السينيورية نتيجة الخبرة الطويلة ونتيجة الاخطاء اللي وقعنا بيها فصارت عندنا خبرة. فمن نقول من سينيور يقول لكم يابا هذا السن نوت انديكيتد، او يقول لكم نزول الدراسات العليا لين سيرجيكال اكستراكشن، او يقول لكم انت راح تشلعه بس احتمال يتكسر بيدك ولازم توربين وتروح للعياده للثياتر ويا الدراسات، زين، فلازم تسمعون كلمه السينيور لان خبرته اكثر. يعني مثلا مرات انا قايل لهم طلاب صف رابع اللي انتو قسم منكم، مثلا مرات ريتيند روت انتيرير ما اعطيك اياه، اقول له هذا، اقول لك هذا نوت انديكيتد، هذا الدزل الخامس او للدراسات العليا، بينما ريتيند روت مثلا ابر 8 او لور ايت اقول لك ماكو مشكله اشتغل بيه. اوكي، فدائما اسمع كلام السينيور ولا تضوج، السينيور اخوك الكبير واكثر خبره منك، الخبره اكتسبناها كليتنا نتيجه اخطائنا، فما نريدك توقع بنفس الخطا. هسه مثلا انت هذا السن كماشته، قل الدكتور هذا الكيس سهل خله شلعه، شوف اللارج فلنج، الروتات صح شوي ونمايله بس مو ذيك الصعوبة ما بيها مشكلة،
بس إذا كلش يعني مثل الهوك أو مثلا كلش بها يعني اعوجاج لازم سيرجيكال اكستراكشن. بس هسه احنا حكينا على شنو؟ على اللارج فالنج. هذا السن اول ما تجيب الفورسبس راح تكون مشى من فوق زين، راح يتكسر الكراون كليته. اوكي كل الكراون يتكسر. فمثلا هذا الكيس مستحيل نعطيه صف رابع، اوكي نعطيه صف خامس. هنا عندك الساينز كلينشنج او البروكسيزم، التوف صار بيه اترشن من فوق. لما يجيك بيشنت تشوف هيك اشعه انت تقول هذا شي رادله لور 7 اكم شي من الفورسس مال مولر وينشلع بسهوله. اوكي الكتب وال يعني الشغل مالتنا تبين عكس هذا الشيء. ليش؟ لانه نتيجة الضغط القوي المستمر على السن البي دي ليجمنت تكون كلش قوية. شلون واحد يلعب حديد وكل يوم يرافع الاثقال؟ فتكون البي دي ليجمنت قوية، الكثافة مال العظام داير ما داير السن تكون قوية. فالشلع مالته بحيث انت تشوف السن تكون شويونة يعني بالقوة حركة بسيطة بكولينجولي بس ما يطلع السن وما يصير بيه حركة قوية زين، يعني تقريبا مثل الانكيلوس على بالك بيه. فانت لا تختار من تشوف هيك سن يقول الله هذا الكيس سهل واشتغله. هذا سمنتوسز، هايبر سمنتوسز بالتوث، هايبر سمنتوسز. فانت بنشوفه بدون اكس راي راح تقول هذا شيء راتله بسيط لور 6 بس اكمشة من فوق، وحتى الفلنج صغيره والكرام كلش حلو بس اكون شيء من فوق شويه بكولنجول ينشال بسهوله. لذلك الشغله الثانيه اللي الطالب لازم يسويها المفروض اكس راي قبل العمليه. كل ما المريض عنده اكس راي كل ما الطالب راح يكون مرتاح، كل ما البيشنت السيرجيكال تروما تكون اقل. يعني انت مثلا هذا البيشنت اذا ما عنده اكس راي دخلته وطيته انستيزيا وكمشت السن وحاولت الشلعة وأذيت البيشنت وطيت تخدير وطلع دم وسويت تروما للجنجيفا سويت لها سبريشن ومنشي العسل، بعدين تروح تدز أشعة ويرجع لو يلحق على العيادة لو ما يلحق، ويجيك الأسبوع الجاي وهم تعطيه تخدير وهم أنا زين ويصير سيرجيكال اكستراكشن. فتعرضت البيشنت لسيرجيكال تروما وطيت تخدير مرتين وسيرجري مرتين. فهذا السن مثلا راسا من اشوف الاشعه احضر نفسي سيرجيكال اكستراكشن. هسه شلون نعالج دني الاسنان؟ الشغلات البيسك مال سيرجيكال يعني اكستراكشن عاده الانستيزيا نفس الشيء اوكي، بس طبعا بالسيرجيكال اكستراكشن المفروض تكون مور ديب، يعني مثلا سوليوشن اكثر، كميه التخدير اكثر، نعطي انفلتريشن زايد داير ما داير الاوبريشن. مثلا بهاي الكيس اللي قبل هاي الهايبر سيمنتوسز افتح فلاب شويه، يعني هذا انفلوب فلاب شويه اسوي له ريفلكشن اطلع البكل بون اوكي، وشويه اشيل البون بكلي. ليش اشيل البون بكلي؟ انا مود اطلع الروتات اوكي. يعني مثلا هذا اسوي له فلاب اشيل البكل بون منه واقسم الروت مثلا من هنا اوكي. ليش؟ من اقسم الروت منه اشيل هذا الكراون وهذا الروت راح تسهل لي العملية اكثر، يبقى لي بس هذا الجزء شوي من اشيل بون منه الى ان اطلع على السن او اقسم يعني حسب الماس مال حسب الحجم مال الماس مال هايبر سيمنتوسز اوكي. فهنا ايش سوى بهذا الرسم؟ شال الكراون والروت بقى روت واحد، بعدين بالكراير الليفيتر شال الروت الباقي ارجع الفلاب وخيط. الموست كومن بروسيجر يعني اللي راح تسووها بالخامس هو التوث سيبريشن. اكثر انواع السيرجيكال اكستراكشن، سيرجيكال توث اكستراكشن اللي راح تشتغلوه بصف خامس هو التوث سيبريشن. يجيك مثلا المولرز سواء اللور او الابر
يجيك المولرز مثلا يتكسر بيدك، او هو اصلا يجي بالي كارياس وباقي بس الروتات مشلبة واحد ويا الاخ، الليفل مالتها جوا القم او ويا القم، بحيث اي جراسبينج ما بي تجي له بالالفيتر وتشزل منا منا يمنا يسرى، عدل بدل ما يطلع، تكمشه بالفورسيبس ما ينكمش، او تكمشه وما يطلع تكسر. فتجيب التوربين بعيات الخامس، اكو 3 جيرات اللي هي من الشباك مال الاسيستنت بيها توربين المفروض يشتغلن زين، اذا ما يشتغلن تودون البيشنت للثياتر بالتوربين تسوي له توث سيبريشن. طبعا اول شي لازم يعني انفلوب فلاب مو هالكبر اللي موجود بالصورة، يعني فشي بسيط زين، بس داير ما داير توث، تسوي شوي هنا بون ريموفال اذا تقدر، واذا كان بسهولة بدون بون ريموفال فلاب بعد احسن، تسوي له سيبريشن من فوق على مود تتقسم الروتات، تكمش اول واحد عادة بالفورسبس اذا قدرت تكمش شيله، واذا ما قدرت بالالفيتر او تشيزل تشيله، تشيل الثاني بعدين. هاي اكثر يعني سيرجيكال اوبريشن اللي حسويها. من السيرجيكال اللي تنحسب لك ادفانسد او اللي هي بيها درجات عالية، يعني اي شيء سيرجري هو بيه درجات عالية، مثلا سويت مالتيبل اكستراكشن او فتحت فلاب صغير وبعدين خيطت بداخل العيادة انترا اورا سوتشرنج، خيطت، هاي تنحسب لك درجات عالية، او سوي توث سيبريشن انت بيدك وليس طالب الدراسات العليا. هسه هنا عندنا صور من كتاب كيس، يعني صور حقيقية للبيشنتس. هذا مولر توث، حاولت تكمشه بالفورسيس ما قدرت، او اذا انت عندك خبرة او سينير قال لك رأسا من البداية نتيجة الاشعة رأسا قال لك سوي له سيبريشن من البداية بدون ما تتعب المريض وظل تحاول وياه، فالديسيجن صار انه توث سيبريشن. هنا انا اشوفه فتح الفلاب، يعني فشي انفلاب فلاب بسيط شوي هنا من هنا، انا اخذ هم زين، هنا عندنا سبيس وهنا عندنا سبيس، هاي من الحالات الحلوه بالاكستراكشن انه لما يصير عندك سبيس ترتاح بالشغل كلش. ليش؟ انه اذا اكو توث بصفه ايش راح تسوي؟ راح تسوي سبورت على التوث اللي بصفه مرات، وتاذي الاسنان المجاوره، فإذا اكو سبيس يكون افضل. فهسه سوينا فلاب، هنا انفلوب، هنا انفلوب فلاب، اوكي. طبعا بالمناسبة هاي الصور والمنهج مالتكم هو كتاب اسمه الكونتمبراري اورال اند ماكسيلو فيشال سيرجري، والرفرنس مال اكثر محاضراتنا، يعني 90% من المحاضرات والجزء العملي هو من هذا الكتاب. اكو طبعتين للكتاب، اخر شيء هي طبعتين، واحدة 2014 اللي هي أكثر محاضراتنا من عدة، بس بعدين نزلت نسخة جديدة طبعة 2018. هاي بالنسبة للمصدر مالتكم اسمه Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery، وأعتقد موجود بالإنترنت تقدرون تحملوه. فهسه فتحنا في لاب، أوكي، هسه طلع الكراون كامل، جبنا التوربين سوينا سيبريشن بكولينجوالي من النص على مود نقسم الميجل والديستال روت. طبعا بالمناسبة اكو هواية طلاب، مع الاسف مع الاسف مع الاسف، احنا سيبريشن نسوي جوا بالمونرز اللي هي بيها تو روت عادة ميجل وديستال، والابر اللي هي بيها ثري روتس باليتال وباكو ميجو بكر وديستو بكر. اكو هواية طلاب مثلا اقول له احكي لي على السيبريشن بالابر مولرز، يقول لي نقسمها بالنص. طبعا هذا الحكي غلط، لانه الابر مولر بي 3 روتس، هسه راح ناخذها بعد شويه. فبالنسبه للور عاده بميجر روت ودستر روت نقسمها بالنص بالتوربين، عاده السيبريشن ما يصل للنهايه، تبقي هيك شعرايه لينجوالي، شعرايه تبقي كلش قليله من التوث ستراكشر لينجوالي، اوكي، وحتى اللي جوا طبعا حسب الاشعه، اللي جوا نقدر نحكمه من الاو بي جي على مود. ليش؟ مرات السن الليفل ما تنازل او الانفيرير الفيولر كانال صاعده، فانت يجوز ياخذك الواهس تنزل جوا 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 الى ان النيرف تقسمه قسمين، اوكي. هذا بالنسبه
ابر ولور او الفيرتيكال دايركشن او العلو مال سكشنينج مالتك تحدده تقدر من الاشعه. بس اللينجوال نيرف اللي هو صاير لينجوالي هذا ما تقدر من الاشعه، كله صعب. فلذلك عاده اللينجوال نيرف عاده خاصه بالايت يصير مباشره، يعني السن اللينجوال بليت مال البون، زين اللينجوال نيرف صاير لزق ويا البون وفوقه الميكوسا. فعادة اللينجوالي ما نكمل السبريشن للنهاية، نبقي شعراية واحدة. بعدين شو نسوي؟ نجيب تشيزل، هذا تشيزل نخليه بين التو سيجمنتس او بين التو روتس، ونفر التشيزل على مود يتكسر بالنهاية. ليش؟ لينجوالي نخاف خاصة جوا اذا الكراون ماكو دا تسوي سبريشن للروت، نخاف لا شو نسوي؟ نسوي سكشنينج لللينجوال نيرف. اوكي؟ هاي شغلة مهمة. بس عندك هاي الصورة حلوة، هنا انفلوب فلاب، هنا شوية الدكتور شال بالتورباين سوى بون ريموفال بكالي، قسم السن، خلى تشيزل فرة فرة بسيطة، السن تقسم. هنا أنا جاب الفورسبس، شال أول جزء، يعني بقية البروسيجر سهل، شال أول جزء أول روز بعدين الثاني. إذا كان الفلاب ماتك أو الانفلوب فلاب على قد السن نفسه فماكو داعي تخيط، ليش؟ لأنه كأنما سوكت مالتوث. إذا شوية بيطول والفلاب يتشرشب يعني يتحرك يمنى يسرى يفضل أنه تخيطه. شوف هسه هنا مثلا هنا ما خيط، ليش؟ لأنه صغير بسيط وما ما يتشرشب يعني ما يتحرك هواية، بينما هنا شوية زاد الطول مال الفلاب فخيط هنا خيط واحد. طبعا الخيط ينشال ورا أسبوع، وأنت تقدر همين تخيط أنت كطالب بحيث تنحسب لك سوتشرنج، تنكتب لك لازم تقول له للسينيور او السينيور هو يعرف او يجوز ما منتبه او انت لازم تقول له او غير سينيور ده يوقع لك. فالسينيور اللي يشوفك يشوف الفينشنج مالتك يكتب سيرجيكال توث اكستراكشن بين قوسين سيبريشن زائدا سوتشر انترا اورال سوتشرنج، هذا طبعا انتربتد سوتشر. اوكي؟ يعني هاي بها درجات اكثر من الاكستراكشن العادي. هسه نجي بالنسبه للابر مولرز، عندنا بدنا نشوف بالأشعة هذا السن، نشوف الكراون مالته العرض مالته شقد، نشوف الروتات. هذا يجوز ينشلع بالفورسبس بالطريقة الاعتيادية، بس انتو هسه ان شاء الله تجربوها ورا ما تشنج ايد السيرجن، راح يظل يفور بي يمنى يسرى يمنى يسرى، يمكن يظل بي نص ساعة ثلاثة أربع ساعة، يصير جنتل دايليشن بالسوكت، يلا ينشال السن كله، تطلع الجذور هيج رقم سبعة زين ورا ما الايد مالتك تشنج. اوكي؟ فهذا طبعا يعني فد حل غير منطقي مرات، فانت او مرات تطول بيه ثلاثة اربع ساعة نص ساعة تفرفر بيه بكو لينجوالي وهمين ما ينشال، فتضطر تسوي له سيبريشن. بالنسبة للابر مولرز بيها 3 روتس مثل ما قلنا، الباليتر روت هو اكبر واحد، وعندك التو بكل روتس اللي هو الميجو بكل والدستو بكل. فالسبريشن يختلف عن اللور، يكون ايه جهاز شلون هاي العلامة مال مرسيدس بالضبط، ايه جي البليتر روت بوحده بليتلي، وتقسم البكل روتس. طبعا اول شي نبدي بالبكل روتس لانه صغار، والحلو بها انه بكلي فيعني الدينجر اقل، لانه ماكو فد فايتال ستراكشرز. احنا اكثر بصورة عامة بالابر واللور تيث اكثر الابروتش مالتنا بكالي وليس باليتري او لينجوالي. فنفتح فلاب حسب العملية مالتنا وحسب كبر السن، فد انفلوب فلاب بسيط او مرات نحتاج تو سايدد فلاب، مرات نحتاج ثري سايدد فلاب حسب العملية. فهنا أنا مثلا اول شي نقسم البكر روتس نشيلها، بعدين نشيل اندفجوالي روت روت. مرات الحلو يجيك المريض هو اصلا يعني عايف السن ومتسوس والكراون واقع وباقية بس الروتات، فيجيك اصلا الروتات سيبريتد او ايش مشلبة بشعراي بحيث بس تخلي تشيزل بيناتن رأسا يصيرن سيبريشن، وهذا اللي يسوي الاكستراكشن مور ايزي. شلنا روت، بعدين روت روت نشيلها والبقية سهلات. عادة احنا نواجه صعوبة باول روت، ليش؟ يعني المنطقة متنقة وكلها روتات وعظم، من ينشال اول روت راح يصير عندك سبيس، سبيس تدفع بيه الروت اللي بصف للسبيس يتحركه راح ينشال.
والأخير همين سبيس كبير تدفع باتجاه الفراغ. المهم أوروت هو عادة يكون أصعب واحد. تقدر الطريقة الثانية أنه نفس هسه تشوفوها بالصورة، إذا الكران كليته موجود فهمينا تفتح فلاب، تشيل شوية بكربون، تقسم روت واحد أو روتين حسب صعوبة العملية. وبما أنه البليتر روت هو أكبر واحد، تقدر تبقيه مشكل بالكراون فتسوي اكستراكشن بس البليتال روت ويا الكراون اللي فوق. بعدين تبقى الابر العفو بكال روت سهلة، تقسمها اثنيناتن بيناتن، تقسم بيناتهم وتشيلها واحد ورا الاخ. طبعا بالبداية انتو راح تشوفون بها نوع من انواع الصعوبة وهذا حقكم لان هواي اول مرة، بس ان شاء الله بمرور السنوات وكثرة الشغل راح يصير عندكم اكسبيرينس، ومهما صارت عندكم اكسبيرينس لا تستهزئون باي حالة، لان مرات حتى احنا ايش قد صارنا نشتغل والسينيارية كلهم يشتغلون صار فترة طويلة، مرات نواجه صعوبة بالشلل. اوكي، مرات سن بسيط يعني تشوفها تقول هذا شراد لو نشلعه نطول بيه وقت واحتمال لا سامح الله يصير كومبليكيشن. فابد لا تغتر بنفسك مهما كان عمرك ومهما كانت خبرتك، كل كيس حضر لها زين وتوكل بالله واشتغل، بس لازم تكون محضر زين وتعرف خاصة المعلومات النظرية وتعرف انت وين دا تشتغل وتعرف شنو داير مدايرك من vital structures. اوكي، لانه هذا انت تعالج بني ادم وليس يعني ملكان دا تشلع سم من عنده. اوكي، مش قد ما تقدر انا دائما اقولهم للطلاب الخبرة تخليك تقلل الكومبليكيشن وتقلل الفيلير، بس مال تروح نهائيا مستحيل. زين، هسه انت مثلا جاك هذا السم بالعيادة، اخذت اشعة او يجوز ما اخذت اشعة، رأسا قلت هذا السن بوحده وحلو، ورأسا دكتور تعال اعطيني ستارتنج داشلها ووقع لي. اوكي، اول ما شلعته شروب صارت فتحة كبيرة اورا انترال فيستشولا، اور ما يصير راسا الفيستشولا، المصطلح ما يصير يطلق راسا، بالبدايه اذا صارت الفيستشولا يسموها اورو انترال كوميونيكيشن، يعني صار فتحه بين الماكسيلاري ساينس والحلق. فاذا صار عندك او بنفس وقت العمليه ممنوع يسموها فيستشولا، وهذا احد اسئله العملي. اوكي، فيسموها اورو انترال كوميونيكيشن. بعدين الفستولة شو وقت يسموها فستولة؟ لما يصير ابيثيليلايزيشن، يعني هذا الكوميونيكيشن يصير بيه هيلينج ويتبطن من جوه بابيثيليال تشيو، يصير بيها ابيثيليلايزيشن بحيث يعني ماكو دم هيلينج كامل، بذاك الوقت يسموها اورو انترال فستولة. يعني اذا جاك مريض ورا اسبوع او 10 ايام او اسبوعين من الشلع وصار عنده يعني كوميونيكيشن، هذا نسميها فستولة. فالمفروض اذا عندك اكس راي، اوكي، فانت شفت هيجي والسن طاب بالماكسيلاري ساينس، فانت اول شي واهم شي تقول له للمريض، يعني يجوز ما يقبل. واذا امرجنسي بين سيفير بين تبلغه انه راح يصير كوميونيكيشن، وانت لازم تعرف شلون تسوي له مانجمنت. اوكي، يعني انت باشر عقبه من تفتح عياده بعدك بكالوريوس او بالروتيشن لازم موافقة المريض تقول له قبل العملية، ولازم انه انت تعرف تسوي مانجمنت، يعني انت تتوقع اللي حيصير فيستولا شلون تغطي هاي الفيستولا لازم تعرف. اوكي، طبعا احنا مو موضوعنا هسه، بس لازم تعرف عن انواع الفلاب، شو وقت تسوي سوتشرنج، شو وقت ما تسوي سوتشرنج، شو وقت تسوي له بكال ادفانسد فلاب، شو وقت تسوي له باليتال روتيشن فلاب، شلون تغطي الفستولة بحيث ما يصير يعني المي من يشرب المريض ما يقوم يطب للساينس ويطلع من خشمه. فالمشكلة مو بالكومبليكيشن اللي حصير، المشكلة بالمانجمنت، انه انت تقدر تسوي لها مانجمنت. مرات انكسر سن او هو اصلا ريتيد روت باقي، فحاولت بالفورسبس تكون شيء ما قدرت. اوكي، فطبعا هم نفس الشيء، هاي الصورة الفلاب انا اشوفها كلش كبير. اوكي، هو المفروض الفلاب يعني شيء بسيط على قد بدون ما تسوي تروما للأجسنت تشو.
فلا هيجي انفلوب فلاب بسيط على قد الريتين روت، شوي ونشيل بون بكالي. ليش شوي ونشيل؟ على مود بس مجرد يعني بس تكمشل الريتين روت، اوكي بس مجرد تكمشل من فوق. منكم اشتى بالفورسبس تقدر تشيلها شيلها زين، شوية شلت بون حاولت بالفورسبس منكم، بالفورسبس منكم شو تسوي؟ عندنا هاي الصورة. تشيل بكل بون زايد، يعني مو بس شوية، تحاول تكبر الفلاب، تشيل بكل بون زايد، والتشيزل تجيبه عادة منه من نفس هاي الصورة، مثل الويج اللي هو تعلمتوها بالصورة اللي قبلها، تعلمته بالإليفيتر. فشي اسمه ويج، طبه بالإليفيتر بين الروت والبون، السن يقمز. أوكي فتشيل بون بكلي، طبه بالشيزل بليتالي، وطلع الريتين روت. مرات شو نسوي؟ نزرف هنا نزرف بسيط بالروت. ليش؟ على مود نطبه بيه الكراير أو أي فورسيبس بي يعني شارب بوينت، ومن عندها نحاول نطلع الروت. اوكي ورا ما خلصت طبعا تسوي سوتشرنج للاير، واذا اكو شارب بون تسوي له بون فايلنج، واذا سويتوا بون فايلنج همين ابلغوه للسينيور، او طبعا هو السينيور يقول لكم فذكروه بالتوقيع، هم يكتب لكم بون فايلنج لانه هم تنحسب بالسيرجري. اوكي فتسوون بون فايلنج للاطراف على ما اكو شارب بون، وبعدين تخيطون. اكو ملاحظة جدا مهمة، شوفوا هذا الاصبع مالته مال دينتست وين مخليه، هاي شغلة جدا مهمة. اوكي دائما تسوي سبورت. ليش؟ الاليفيتر مو شقة، وهنا عندك خاصة الماكسيلاري ساينس بالنسبة لللور ارش بعد اتعس. ليش؟ لان عندك يعني الفلور مال ماوث مليان بلاد فازلز ونيرف، اوكي ويعني خطرة كلش. فدائما تسوي سبورت بالليفت هاند وبالرايت هاند اللي كان مش بيها الاليفيتر. شلون مخلي هذا الدكتور صبعه سبابه هنا على مود اذا فلت التشيزل ما يفلت مكان بعيد، يعني خلينا نقول يفلت فد 3 مليمترات نص سنتيمتر بالماكسيموم، وما يفلت يروح بعيد. هنا نشوف الفائده مال ابيكسو خاصه بالابر، عندك دائما ينكسر عندنا البكل روت مال ابر فورم. الابر فور يجيك البيشنت هو educated، يجوز اسنانه تخبل بيضة ثلج ما بيها تسوس، تقول هذا السن سهل على مود الاورثو دا يشلع الابر فور. فانت اول ما تكون شيء وسن سهل ودا يتحرك، وبعدين شروب ينكسر الروت. وشون ينكسر الروت؟ البايفوركيشن بالنهايه صار، فالروت تب يصير كلش صغير. اوكي فالابيكسو اليفيتر المفروض يطب هيجي اوكي بين الروت والبون. اذا دفعته بصوره خاطئه او استخدمت الجزء الخطأ بدون ما تباوع، احتمال راح تفوت الروت وين؟ بالماكسيلاري ساينس. هو جايك المريض كل شيء ما بيه واسنانه تخبل واي مرض ما بيه ولا تسوس ولا شيء، ده يشلع السن على مود الاورثو. انت سويت لك كسرت سنه وطببت الروت بالماكسيلاري ساينس، تعال سبع اللي طلع لازم سيرجري، واكثر هاي سيرجري اندر جي اي عن طريق الكالدويل لوك ابروتش، نفتح الماكسيلاري ساينس كلها ونطلع الروت. هسه اكو ملاحظات على الفلاب يجوز تفيدكم ان شاء الله بالنسبة للتسمية مال الفلاب. هسه اذا اجيب لك صورة مال هذا الفلاب، اوكي تقول لي 3 سايدد فلاب، اقول لك صح. اكو بعض الكتب راح تقرون اسامي مختلفة، خاصة من تطلع برا إذا الله شاء بالإنجلترا الأمريكا أي دولة ثانية، عندهم أسامي غريبة إحنا ما متعودين عليها. شو يسموه هذا؟ يسموه فور كورنر فلاب. شنو يعني؟ يعني بيه أربع زوايا. فإذا تقرأ المصطلح ثري سايدد فلاب أو فور كورنر فلاب هي نفس الشيء، مجرد اختلاف بالتسمية. يعني هذا الزاوية الأولى، الزاوية الثانية، الزاوية الثالثة، الزاوية الرابعة. زين ليش الخط أو الفيرتيكال انسجل ما يناه؟ ليش ما خليناه عدل هيك يعني صار مستطيل بالضبط؟
على مود البيس مال الفلاب اللي هو هذا من 1 إلى 4 يكون عريض. من يكون عريض البلاد سبلاي يجي هواية، يعني هذا الفلاب هسه هسه القاعدة مالته عريضة، فالبلاد سبلاي كلش هواية يصعد لي فوق الفلاب للتشو. اوكي، بينما اذا سويت القاعدة صغيرة ضيقة وهذا طويل، بيجي حالة البلاد له يصير قليل واحتمال يصير نكروسز بالمنطقة. هسه مثل هنا الخطأ شنو؟ انه هنا هذا الفلاب القاعدة مالته ضيقة، اوكي، ومنها كلش عريض بحيث البلاد سبلاي ما يوصل للنهاية مال الفلاب بصورة صحيحة ويصير نكروسز، وهذا الفلاب الصحيح. هنا مثلا انفلوب فلاب والتو سايدد فلاب، لاحظوا الفرق شنو؟ مثلا عمليتك هنا بالابر فايف، بالانفلوب فلاب لازم تطول المسافة مال الانفلوب فلاب على ما تاخذ راحتك بالشغل، او تقدر تقلل المسافه بس بشرط شنو؟ تفتح فيرتيكال انسجن على مود تو سايدد فلاب. اوكي، فبالنسبه من تختار الفلاب لازم تعرف شنو واحد كل واحد ادفانتج مالته وديس ادفانتج. المهم باي نوع من انواع الفلاب انه يوفر لك جود اكسس، وثانيا تقدر ترجع تخيط على سوليد بون وليس على فراغ. فاحنا عادة طالب يجوز يقول لي دكتور احنا بدنا نشتغل بهذا السن، ليش يعني مدينا الفلاب لهنا وخوبا لهنا ونوقف الفلاب؟ اقول لك اذا بدنا نسوي هنا اوبريشن وصار شلت بون راح يصير هنا مثل الحفرة، فاذا انت مخلي الخط هنا او الفيرتيكال انسجن من اللي حتخيط الخياط يصير على حفرة ويصير دهسنس وفيلير بالسوتشر. هنا شوف شنو الخطأ مالتنا، انه خلل مثل ما قلت لكم هسه الفيرتيكال انسجن كلش قريب من السن ما يصير، لازم تعوف مجال على مود الخياط يرجع على منطقة هيلثي سوليد بون. هنا دا يقول لك بعض الاخطاء اللي تصير، مثلا الانسجن ما يصير، يصير بنص التوث، حاول قريبة من البابيلا. يعني مثلا شوفوا هذا رقم 2 الخط مخليه بنص البكل تشو، لا حاول تخليه قريب شوية، شلون هنا يعني قريب من البابيلا. اوكي، الشغلة الثانية اكو عندك برنسبلز مال سوتشر، مثلا هذا عندك الكناين امينس اللي هو يعني فد بوني بروميننس فوق الكناين. اوكي، يفضل انه ما تعبره، يفضل ليش؟ يعني يصير تينشن وشرينكج بالفلاب، يعني انت شلون عبالك تصعد جبل وبعدين تنزل، فيفضل انت هنا نشوف هنا بالفلاب رقم 1 فيرتيكال انسجن عابر الكناين امينس، يفضل لا توصل قبل الكناين توقف الفيرتيكال انسجن مالتك. زين، من ترجع تخيط مثلا فتحت تو سايد فلاب ترجع تخيط، انت عادة سويت بالسكالبل بليد من هنا ووخرت الفلاب. اوكي، من ترجع تخيط هاي المنطقة لاطشة بالبون، فقبل ما تخيط شو تسوي؟ شوي ونفت شي بسيط بالبري اوستير اليفيتر، شيل الفلاب منه على ما ترجع تخيط بسهولة. الحلو بالسيرجري انه هو فن، الفن يعني بيرسونال ارت، يعتمد عليك تقدر تبدع بيه انت حسب شغلك. اوكي، ماكو فد دستور ثابت لازم تطبقه من الاي للزت. اوكي، بس اكو شغلات شافوا السيرجنز انه تسهل الشغل مالتك حسب خبرتهم، بس يجوز انت بعدين بخبرتك تبدل وجهة نظرك. فاللي اتفقوا عليه السيرجنز بحيث ينزل ككتاب منهجي او بالكتاب تكست بوك انه يفضل تخيط مثلا هذا رقم 1 بالبداية، ترجع الانجل مال الفلاب الرئيسية على مود ليش الفلاب الاجزاء مالته الباقية من تخيط بسهولة وتكون مور ستيبل. فتبدي برقم 1 بالانجل، بعدين رقم 2، بعدين رقم 3، واخر شيء اذا تحتاج شيط رقم 4. زين، بس انت مثلا اذا تبدي برقم 3 معناته غلط، هو مو غلط بس شنو راح يصعب عليك الشغله. ليش؟ يجوز تخيط هنا تنق الفلاب بعدين يبقى سبيس هنا مثلا ما يكفي للخياط، او راح يبقى بون اكسبوست.
الفلاب تفتحه بسكالبل هاندل اللي هو هذا الايد اللي كام شته. اوكي هذا يسموه سكالبل هاندل اللي تكون شبيدك. بالنسبة للشلفات احنا نسميها بالعامية الشلفة او السيرجيكال بليد او سكالبل بليد. اوكي اكثر شيء نستخدم نمبر 15، لازم تكون تقريبا عمودي على مود شنو تفصل القم اثناء الفلاب. بالضبط نفس هاي الوضعية. هذا البري اوستيال الفيتر اللي هو ورا ما تفتح الفلاب بالسكالبال بليد. اوكي توخر الفلاب وتطلع العظم، يسموه بيري اوستيال اليفيتر. اوكي بي تو اندز، واحدة شارب واحدة مو شارب. اوكي الشارب الفائدة مالته شنو؟ نفصل البداية مال الفلاب، يعني مثلا البابيلا او الشغلات القوية نفصلها بالشارب. بعدين ورا ما توخر البداية والاتاج جنجيفا البابيلا، الفلاب يصير كلش سهل بالريموفال مالته، فتستخدم البرود اند او النان شارب اند على كيفك توخر الفلاب كليته اثناء الشغل. انت اسيستنت صف خامس مثلا، اذا السيرجن ميك مش بالليفت هاند، البري اوستيال اليفيتر على مود يسوي ريفلكشن ويشتغل على راحته، يقول لك الك يجوز مثلا يخليك يقول لك كمش لي البري اوستيال اليفيتر ووخر لي الفلاب، سوي لي ريتراكشن. فانت هنا تشتغل ريتراكتر، يعني انت تسوي ريتراكشن للفلاب. هذا الكيس مثلا يراد له مالتيبل اكستراكشن، واحد من الكيسات اللي هي تنحسب عليها نقاط المفروض هواية هو المالتيبل اكستراكشن. هنا أنا شال هواية تيث، كلش أسنان هواية، فصار واحد بصف الله فراغ. هذا الفراغ كلش طويل، فيراد له شنو؟ سوتشرنج. قبل السوتشرنج اكو خطوات تقدر تسويها، مثلا اذا لقيت فد بروز عظمي تقدر تقرطفه بيش؟ بالبون رونجر. هذا اسمه رونجر اللي هو مثل الكتر مال الكهرباء، يقصقص او يقرطف الشارب بون القوية الحادة. هسه انت قرطفت، بقت من تمشي اصبعك على الحافة مال البون رح تشوف اكو مثل فتح سطح خشن. فاذا تريد تبرده تستخدم اداة يسموها بون فايلينج، اكيد انتو ماخذيها قبل. اوكي فهم تسوي له رونجر، تقرطف العظم الحافات الكلش قوية المتعدل بالبون فايلينج، وهمين تنعم بالبون فايلينج. ورا ما خلصت سواء مالتيبل اكستراكشن او حتى اذا سن واحد، تجي تسوي سكويزنج او الكومبرشن اوف ذا الفيولر بون افتر اكستراكشن. تخلي الابهام والسبابه زين، حاول تضغط اكثر شيء بكري وليس لينجوالي. اوكي ايش قد ما تقدر تقرب البون الوضع السابق. اوكي على مود الهيلينج يصير اسرع والالتئام احسن، وحتى القم تتقرب واحده من الاخ. بالسنوات الأخيرة البحوث قالوا أنه ما يفضلون السكويزنج، ليش؟ على مود لا يصغر الوث أو العرض مال الرج، خاصة إذا بيشنت بالمستقبل تفكر تسوي له دينتال إمبلانت. أوكي فأنت حاول تخلي عندك نظرة مستقبلية، شوف هذا البيشنت بالمستقبل ممكن يسوي دينتال إمبلانت أو يسوي دينتال، او حتى اذا يسوي طخم، لان كل ما كانت العريضه الرج عريضه تكون احسن بالريتينشن مال دينشر. اوكي فحاول تسوي سكويزنج بس في شيء بسيط، يعني مو كلش قوي على مود لا تضيع الورث او العرض مال الرج. هنا سوتشرنج لازم تسويه بمكان البابيلا، يعني ليش دا نسوي هنا مثلا خيط هنا وذا شلع ذني السنين همين خيط هنا. اوكي كانما دا تسوي individualized للتوث اكستراكشن، يعني كانما انت هذا السن شال عب وهذا السن شال عب وهذا السن شال عب.
بينما اذا كلية تنشال راح نسويه، راح يصير كله مفتوح، فلاب كبير ومثل البردة يتشرشب يمنى ويسرى. فانت من تخيط هنا راح تسوي كأنما التشالع كل سنة بواحدة. هنا أنا بالنسبة لهاي الصورة هنا تخيط مثلا طبوا بسوتشر هنا وطبوا بسوتشر هنا وسوي له انتربتد سوتشر. طبعا يفضل انه انت تخيطه، حتى اذا سينيور مستعجل او طالب الدراسات العليا يجوز هو اصلا ما مشتغل ويريد يشتغل، اوكي، بس انت اولى بعيادة صف خامس بالثياتر، هو اولى للريكويرمنت مالته، بس بعيادة خامس انت اولى، فتقول له لا دكتور انا اريد اشتغل. من بهاي اللحظة من تقول له اريد اشتغل، المفروض انت عندك معلومات نظري وقاري وشايف صور وسامع المحاضرات كلها، اوكي، مو بس هيجي مجرد فكرة عاجبك تخيط وتخيط، لا تكون انت واثق بنفسك وشايف صور هواية فيديوهات وقاري محاضرات من قبل وواثق من نفسك، تقول دكتور انا اريد اخيط، انت بس باوع عليا كيف اول مرة خاف اغلط، اوكي، فحاول تصر انه انت تسوي، مو تكيف لانه وقعت الكي شيت وسينيور هو اللي شيل عليك السن او سينيور هو اللي خيط لك، هاي تضحك على نفسك مو على التدريسي، اوكي، انت صح تعبت التدريسي بس احنا مستشفى تعليمي، الهدف انه انتم تتعلمون، مو احنا الهدف انه احنا نشلع السن، لا الهدف انه انت تتعلم. وانا دائما احاول قد ما اقدر اجبر الطالب انه هو يشتغل بيده على مود هو يتعلم، بس طبعا السينر هو اعرف لما يوصل مرحلة الطالب بحيث ده يبدي يأذي البيشنت او استغرق وقت طويل وما ده يدبرها، بالرغم من انه السينر هو طالب تعليمات، بذاك الوقت السينيور لازم يتدخل على مود المريض لا يتأذى، اوكي، او يدزك ويا طالب دراسات عليا بالثياتر تكملون الاكستراكشن. بس كقاعدة عامة حاول انت تسوي كل شي بيدك، هاي فرصتك الوحيدة للتدريب، يجوز ورا التخرج ما تلقى مكان تتدرب بيه. ها وانت بالكلية طالب الك حق تسأل، الك حق تغلط، بس باكر عقبه من تفتح عياده او داوم روتيشن، فانتوا كلكم اطباء اسنان وليس طلاب، يجوز تستحي تسال، تخجل مثلا من زميلك او زميلتك تقول له تعال علميني او تعال علمني شلون اسوي هيجي، بينما انت بالكليه طالب لك حق تسال وواحد يدربك وفوق راسك، اوكي، فحاول تشتغل بيدك، لا تخلي السينيور ولا طالب الدراسات يساعدك. وصلنا للنهايه، اغلب المواد المذكوره بهذا الفيديو من المصدر مالتها وكتابكم او منهجكم الرسمي، اسمه Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery، طبعة السادسة سنة 2014. اي شيء تحتاجون ان شاء الله احنا حاضرين نجاوبكم، ومع السلامة.